ثم بعدما تنوي بقلبك تبدأ تغسل كفك ثلاثا. قال: فأكفأ الإناء فغسل كفه ثلاثا. وهذه اسمها البراجم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل البراجم. أما بالنسبة للحديث الذي يقول فيه لتغسلنها أو لا تنهكنها النار، هو حديث ضعيف. ومن غسل كفيه من غير أن يفعل هكذا وضوءه صحيح، لأن الماء قد مر عليها. لكن تبغى تسوي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل هكذا وتغسل الكف ثلاثا. وإذا استيقظت من النوم، قال أهل العلم، يجب عليك غسل الكف ثلاثا. ثم بعد ذلك، أخي المبارك، تأخذ بكفك وتتمضمض وتستنشق. وهذا له صفات. الصفة الأولى إنك تجعل المضمضة ثلاثا بثلاثة أكف، ثم بعد ذلك يعقبها الاستنشاق ثلاثا بثلاثة أكف. أو أن تجعل الهيئة الثانية، وهذه أفضل إن شاء الله، لورود فيها دليل أيضا قوي، إنك أنت تجعل الكف الواحدة للمضمضة وإيش؟ والاستنشاق، والكف الثاني مضمضة والاستنشاق، والكف الثالث مضمضة والاستنشاق. إذن ثلاثة أكف للمضمضة والإيش والاستنشاق. الأولى ستة أكف، ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق. والمضمضة هي تدوير الماء في الفم، ومنها نقول تمضمضة الحية إذا بدأت تتلمض، يقول لك الحية تتلمض، على صح ولا لا؟ إنك تحرك فمها. والاستنشاق هو جبز الماء في الخيشوم، والاستنساخ هو قذفه للخارج. هذا هو اسمه إيش؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمضأ باليمنى ويستنشق ويستنثر بإيش؟ ويستنثر والنبي قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. ليه؟ لأن يخشى عليك في الصيام أن يدخل الماء إلى ليش؟ إلى الجوف فتفطر بذلك. قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. بعد ذلك نأخذ كفا ونغسل الوجه، والوجه يغسل من منابت الشعر طولا إلى الذقن، ومن منبت شحمتي الأذن عرضا، هذا هكذا، ويغسل ثلاثا وهكذا بإمرار. بعض الناس يلقى يأخذ الماء ويسوي كده يخبط بها وجهه، لا، خذ الماء وهكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر هكذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن توضأ مرة واحدة في وجهه أجزأ. بوب البخاري في كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قالوا: طب وإيش الضابط؟ قالوا: الضابط نظافة العضو. الضابط أنك أنت تجد العضو من غسلة نظف، وفي عضو يحتاج إلى غسلتين، وفي عضو يحتاج إلى ثلاثا، إلا ما ورد فيه الدليل بأنه مرة واحدة، مثل مسح إيش؟ الرأس والأذنين. هذه ورد فيها الدليل أنها، أيها الكرام الفضلاء، أنها إيش؟ أنها مرة مرة، فلا تزيد عليها. قال صلى الله عليه وسلم: الوضوء ثلاثة، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. لا تزيد، خلاص، هي ثلاثا أعلى الوضوء في الأعضاء كالوجه واليدين والكفين والرجلين والمضمضة والاستنشاق، فلا تزد على ذلك. انتهيت من الوجه. تأتي، وهذه النقطة الكثيرة لاحظوها يا أحبابي، تجد أن كثيرا من الناس يخطئ فيها فوضوءه باطل، وهو لما يأتي يغسل اليدين يبدأ من فين؟ يبدأ من المعصم، من الرزق، تشوفونها ولا لا؟ هذا وضوءه باطل، لأن الكف من اليد. قال الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما. وقطع اليد، عفان الله ويكون، في حد السرقة، من فين بيكون؟ من هنا. فالكف من إيش؟ فالكف من اليد. إذن تبدأ من اليد، تبدأ اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى نهاية الغاية، والغاية دخلت في المغية، يعني المرفق يكون معانا، وهكذا تغسلها هكذا إلى المرفق ثلاثا. فلا تبدأ من هنا، من بدأ من هنا وضوءه باطل. طيب، من نسي فبدأ باليد اليسرى قبل اليد اليمنى صح وضوءه، ومن تعمد ذلك صح وضوءه وأثم، لأنه خالف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وضحت الآن أيها الكرام؟ لكن من توضأ في قدميه قبل يديه فوضوءه باطل، لأن الترتيب واجب في الوضوء، كما جاءت فيه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الأول،
وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالترتيب هنا بين الأعضاء واجب، لكن عدم الترتيب في العضو المتشابه ليس بواجب.